السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. إزيكم؟ وحشتوني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. الكلور للحمام، الكلور قاتل للبكتيريا والفيروسات، يعني بيقتل كل البكتيريا والفيروسات والطفيليات. بنستخدمه لتطهير العيون والمسائي والمكالف. هنشوف مع بعض عملي إزاي بنطهر بالكلور للوقاية من البكتيريا الناقلة المسببة للأمراض، بتنقل وبتسبب الأمراض البكتيريا اللي عشان كده هنطهر بالكلور. يعني لو فرد عنده أي مرض في البراز بينقل لفرد تاني، فاحنا عشان كده بنطهر بالكلور ده. طبعا شفتوني قبل كده طهرت بالجير كذا مرة، لكن هتشوفوني النهاردة بنطهر بالإيه؟ بالكلور. هنطهر المكان والسلكات ونغسل به المسائي في جردل هننقعها لمدة ساعتين في مية بكلور المسائي. عموما يبقى عندنا جير او كلور وبرمنجانات البوتاسيوم. طبعا كل حضراتكم شفتوا قبل كده التطهير اللي عملناه بالبرمنجانات البوتاسيوم. طيب انا معايا كيس كلور اهو ب3 جنيه، مش غالي، ومعانا البخاخة اللي بنعمل بيها اللي بنرش بيها المبيدات. هنفتحها، دي بتاخد 2 لتر ميه يا جماعة، اهو لحد العلامة دي 2 لتر. طبعا المسافة دي بتسيبها فاضية علشان تاخد الهواء. طب هنستخدم ازاي الكيس ده؟ انا هاخد نص الكيس على 2 لتر دول، هنفضي نص الكيس اللي معانا. ونضيف عليه المية ونبدأ نرش كل شيء ونطهر به كده نص الكيس تقريبا. بنطهر المساء ازاي؟ هنجمع المساء بتاعتنا ونحطها في مية كده ونغطسها، نشوف كده تملاها مية وتكفيها زي كده، وتحط فوقها كلور وتسيبها ساعة او ساعتين، هتلاقيها نظيفة وزي الفل بكلور بس. بعد كده تستخدمها عادي، وياريت لو هتحطها في الشمس تحطها في الشمس تتجفف وتتطهر اكتر يبقى افضل. طبعا احنا كنا بنعمل برمنجانات البوتاسيوم، يبقى كلور او برمنجانات البوتاسيوم اللي هو ده معانا اهو، برمنجانات البوتاسيوم ده او ده. طيب نرش المكان بقى بالبخاخة. طيب لو حضرتك مربي في سلكات بتقشط الدرج بتاع السلكة كده وتجيبها ترشها تماما كده بس، خلاص كده اتطهرت تمام. هنعمل ايه؟ هنرش باقي الحيطان كل مكان لو فيه. طبعا حضراتكم عارفين ان كان منتشر عندي مرض السلمونيلا، منتشر تنفسي الايام اللي فاتت دي، فاحنا هنرش المكان كله والسلكات وكل مكان. بس طبعا خلي بالك اللي عنده حساسية يبعد عن الكلور او يلبس كمامة. تمام، بالطريقة دي نرش كل السلكات وكل المكان. وطبعا غسلنا المسائي والأكلات، طواجن، البيض، رش كل مكان، اتطهر ما تخافش المكان كله بنفس الشكل كده. انا يعتبر بغسل المكان بالكلور اهو بالبخاخة بتاعتنا. تقدر تتحكم توسع الرش او تضيقه من البخاخة دي. كده نكون خلصنا موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، لو لسه ما اشتركتش وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.